عندي وزن مقدار 1200 كيلو جرام، عايز اجيب الشد في الاحبال بي اي وبي سي، مجموع من القوى المتوقعة تتنطط على الاتزان. خلاص تعالى نرسم الفري بودي ديجرام بتاعنا. هيبقى عندك هنا وزن مقدار 1200 9.81، وعندك شد في الحبل تي بي سي، وعندك شد في الحبل تي بي اي. هنحتاج نجيب الزاوية ديت اللي هي سيتا 1، نجيب الزاوية ديت اللي هي سيتا 2. طيب بالنسبة لسيتا 1 هيبقى عندك مثلث اهو، مثلث ده فيه مجاور 2 و2، وده عبارة عن 5.6 وزاوية سيتا 1. أقدر أقول إن سيتا 1 بتساوي كام ماينس 1؟ 5.6 على 2.2، سيتا 1 بتطلع بتساوي 68.55 درجة. إحنا خلاص عرفنا إن الزاوية ديت 68.55. خلاص تعالى بالنسبة لده عايزين نجيب الزاوية سيتا 2. عندك الطول ده 5.6، الطول ده 2.4، والزاوية دي 6.2. يبقى 6.2 بتساوي كام ماينس 1؟ 2.4 على 5.6، يطلع 6.2 بتساوي 23.2. خلاص تعالى بقى نحلل القوة. هيبقى عندك تي بي اي ساين 68.55، تي بي اي كوزاين 68.55. هنا هيبقى عندك تي بي سي كوزاين 23.2، وهنا تي بي سي ساين 23.2. بس مش القوة في اتجاه الاكس بيساوي صفر، مين القوة في اتجاه الاكس؟ عندك تي بي سي كوزين 23.2 ناقص تي بي اي كوزين 68.55 يساوي صفر. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية مش القوة في اتجاه الواي بيساوي صفر، القوة في اتجاه الواي سالب تي بي سي ساين 23.2 ناقص أو زائد تي بي اي ساين 68.55 بتساوي 1249.81. دي المعادلة الثانية. على الحاسبة كالكليتو يطلع معاك تي بي سي يساوي تي بي اي يساوي تي بي سي تي بي اي 15209 25.